وأسأل الاتفاقيات الإطارية كيف تصب بمصلحة العراق، خاصة إذا نتحدث عن التحالف الثلاثي الاقتصادي اللي بدأ الآن يتحرك كبديل اللي هو المصري والأردني والعراقي. تفضل. نعم، شكرا جزيلا، أكرر تحياتي لجنابك ولضيوفك الكرام. هذا الموضوع مهم بالتأكيد. العراق منتج كبير للنفط، هو ثاني احتياطي للنفط في منطقة الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية. علاقات العراق النفطية مع روسيا، مع الصين، مع أوروبا، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، هي علاقات قديمة تمتد من النظام الملكي واستمرت حتى يومنا هذا. اليوم العراق ينتج تقريبا 4.5 مليون برميل نفط يوميا، وممكن يرتفع الرقم إلى 6 ملايين أو 7 ملايين. إذن هو يعني ترتفع قدراته في مجال الإنتاج. ولا ننسى أيضا هناك ثروات تقدر ب 22 تريليون دولار من المعادن والثروات المعدنية المختلفة في باطن الأرض. إذن يجب أن يذهب العراق باتجاه علاقات اقتصادية واسعة النطاق مع الصين، مع روسيا، مع الاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التنمية والتطوير القدرات الاقتصادية. أذكر يعني بدون عودة الكهرباء اليوم لا يمكن إعادة بناء 50,000 مصنع معطلة من 2003 لليوم. لا يمكن إعادة بناء وتشغيل وتحريك الاقتصاد الزراعي اللي هو تقريبا أيضا شبه معطل، ونستورد 92% من غذائنا. إذا يجب تبني استراتيجية اقتصادية شاملة. أولا هي تستثمر في مجال دكتور والتحالفات التحالفات الاقتصادية العربية، عذرا، هل هي نعم. المخرج حتى ترجع للاستوديو الآن؟ نعم هي، نعم نعم هي بالنهاية أكيد المخرج. يعني يجب أن تكون للعراق علاقات واسعة النطاق في مجال صناعة البتروكيماويات. هناك 3 مصانع كانت قبل 2003 أو قبل 91 تعمل بي سي 1 وبي سي 2 وبي سي 3. لأن يعني تطوير الصناعات الاستخراجية والصناعات النفطية بمعنى مشتقات النفط، وأيضا ما يمكن أن ننتج من مواد ومن سلع من النفط. يعني النفط ما يصدر البرميل الواحد مثلا ب$20، يرجع البرميل مواد مصنعة بأكثر من $2000. جميل. أكثر من $2000. جميل دكتور غازي، مهمة مهمة. تطوير يعني قضايا جدا مهمة مع البتروكيماويات. طيب. مع الصين، مع أوروبا، مع العالم، وفي نفس الوقت البحث عن أسواق. نعم.